وجا واحد المسخوط واحد من الموتور ضرب لي هاد اللعيبه راه غتبان لكم من هنا راه كررتها كامل راه غاديه المهم راه غيبان لكم خطوط هنايا وغتبان لكم واحد الضربه هنايا. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم الاخوان في هذا الفيديو هذا. خوتي الدراري صراحه بغيتكم الدراري يعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يعني الناس اللي عارفين هذه المشكله هذا اللي وقع لي راه عارفين، وكاين اللي كيسوق وما عارفش هذا الشيء هذا باش يديباني راسو كما وقع لي انا وديبانيت راسي. وصراحه من وقع لي هذا المشكل هذا الخوت في ذاك الجبل ما كنتش معول وما طاحش لي كاع الفكره نصور شي فيديو صراحه حتى دازت المهم هذه المده حتى الصباح هذا صراحه الخوت وصلت مكوه. المهم اليوم الصباح وفكر قلت راه نصور هذا الفيديو هذا باش يستافدوا الناس، وبغيتكم الدراري مره ثانيه يعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا والله يسهل على الجميع. المهم الاخوان صراحه مني خرجت سلامه الحمد لله ما وقع والو، هذا هو اللي بغينا الحمد لله من فضل ربي يعني ما وقع لي والو. المهم الخوت صراحه يعني جاي البارح ما عليا بخير وعلى خير في الطريق ناش انا والحكومه ديالي جينا يعني البوتو مايو وصلنا لهذاك الجبل ما بين موكوا والباستو يعني بعيد تقريبا شي 3 السوايع الباستو وبعيد على موكوا تقريبا شي 4 السوايع. الاخوان يعني طيلا بغيت نرجع للباستو صعيب باش تسوق يعني بلا فران راه صعيبه الاخوان باش توصل لموكوا صعيب. وقع لي هذاك المشكل مشيت حليت يعني الموتور كنشوف الموتور شنو وقع واش كان شي اثر ديال الزيت واش شي حاجه يعني ما بان لي والو. المهم بقيت كندور على الطوموبيل شنو غندير دابا الفران ما كاينش باش تسوق تما حيت علاش ماشي بحال الطريق يعني والبيس راكم عارفين الطريق هذا الجبل هذا. ملي غنرجع ان شاء الله غنصور لكم شويه تما الاخوان. المهم باش تسوق تما بلا فران راه صعيبه الاخوان صراحه ماشي بحال الطريق مسرحه يقدر ديباني راسك يعني دير بروميان يعني الدوزيام وغادي بشويه تتوصل، ولكن هذا الجبل هذا راه صعيب حيت علاش غتلاقى مع شي كاميو كبير باش ترجع ماشي خاصك تفراني خاصك هذه يعني صعيب بزاف صعيب. يعني بديت كنفكر شنو غندير دابا الى عيطت الميكانيك باش يجي لك من باستو. والسبت الاخوان يعني البارح السبت اليوم الاحد يعني صعيب باش يجي لك ميكانيك تيلا جا غيطلب لك واحد الثمن خيالي عيطي على الديباناج مشكله الاخوان. يعني بديت كنفكر شنو غندير. المهم كندور على الطوموبيل تبانت لي اثار ديال الزيت كتخرج من الجنطه ديال اللورانيه. راه غنحط لكم واحد الفوتو ديالي يعني تما فين حيدت يعني الجنطه والمسائل. هذيك الفوتو راه صورتها الحكومه انا ما في خبري والو تا وصلت عاد قلت لها ناري ما صورت شي فيديو للدراري باش يستافدوا الناس شنو وقع باش يديبانيو راسهم. المهم هي اللي صورت هذيك التصويره اللي غتشوفوها دابا الاخوان. المهم الاخوان يعني ملي عرفت البلاصه فين كتخرج الزيت الخوت يعني حصافي مشيت حيدت الجنطه اللورانيه وحيدت هذاك باش يكون عندي يعني اتساع باش نبقى نخدم على خاطري. حليت هذاك يعني هذاك الفيس اللي كيشد هذاك التيو ديال الزيت حيدتو قلبت على واحد الفيس يعني هذاك الفيس كان عندي وشوف هذاك الفيس الخوت يعني كان عزيز عليا يعني صراحه تسمى نشوف شي الفيس زوين جديد هذا كنهزو كنحطو عندي هنايا في الطوموبيل في واحد البلاصه هنايا. المهم واحد النهار قالت لي مادام علاش عزيز عليك هاد الزبل هذا كتجمعو قلت لها لا خليه تمايا حتى البارح عاد نفعني هذاك الشيء اللي كنجمع الاخوان. المهم ما علينا جا الخوت حيت هذاك التيو ديال الزيت خشيت منه واحد الفيس درت ليه شويه واحد اللعيبه بحال هكا باش ما تخرجش الزيت زيرتو مزيان ودرت عليه يعني واحد الميكا بيضاء راه غتبان لكم الخوت يعني غنصور لكم هذاك الميكا اللي درتها يعني كاحتياط. المهم زيرت هذاك الفيس في الطوموبيل مزيان بان لي فراني ديماري الطوموبيل درت الكالا مهم قديت المسائل. المهم ديماري الطوموبيل فرانيت الزيت ما كتخرج ما والو وجاب الله الزيت ديال الفران حتى هي يعني ملي شريتها يعني في هذاك الزيت يعني عامره بزاف يعني هذاك الشويه ديال الزيت اللي خرج يعني جا ميشان ماكسيموم يعني ديبانيت راسي الحمد لله يعني وصلت لموكوا كما تشاهدون دابا راه الصباح هذا. والغريب في الامر ما عرفتش غنلقى اليوم الاحد يعني حيت ما كيخدموش انا شي ميكانيك ولا شي هذا. المهم ما عليناش الخوت. المهم هذا الفيديو هذا الشيء اللي بغيت الاخوان يعني غير يعني تبارطاجيو باش اللي ما عارفش غيفهم غيديباني راسو هذا هو الفائده في هذا الفيديو الخوت. عرفت الاخوان اش غيبان لكم هاد البلاصه هادي
حتى الخوت واش واش ما عرفتش غيبان هاد البلاصه هادي راه غيبان لكم هنا درت فيه واحد البلاستيك عاد لي كنقرب هما راه تبان لكم واحد البلاستيك بيضاء شتوه هذاك هو التيو اللي كيجيبو يعني الزيت ديال الفرن كيدخل تما يعني تما اللي وقع لي المشكلة الإخوان ومن الإخوان عييت ما نقلب على شي معلم والو ما كاينش يعني كما قلت لكم في الاول انا عارف اليوم لحد يعني ما كيخدم حتى واحد راه غادي جاي شتي والخوت كما تشاهدون ولكن وقع ليا تاني واحد المشكله الخوت ولكن الحمد لله على كل حال جاي من واحد البلاصه باغي ندور وجا واحد المسخوط واحد من الموتور ضرب لي هاد العباره غتبان لكم من هنا راه كررتها كامل راه غاديه 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 المهم راه غايبان لكم الخطوط هنايا وغتبان لكم واحد الضربه هنايا المهم هو هذوك بعد هذا اللي ضربني خاصو بعدا يدير ستوب ولكن ما وقفش زاد ديريكت المهم لا فوت ديال واحد جوج الدراري يعني راكبين على موطور وانا بقيت كنغوت عليهم بقيت كنشوف حتى عييت يعني سولتهم على راسي رون جاو البوليس غير دايزين من صحاب الموطور المهم طلبوا لي الاوراق الدراري مشيت عند واحد هذاك اللي صايق قلت ليه واش عندك راسي رونج قال لي انا ما عندي والو غير طلبت الموتور ديال الواليد عندي وخديت ليه الموتور الدري باقي صغار ما فايتينش 20 سنه صراحه يعني بقاو فيا صراحه واخا خسروا لي هذا النهار هذا من البارح هو خسر لي المهم البارح خسر لي النهار واليوم ثاني مع هادو ولكن معليش الخوت صراحه يعني شفت عييت صافي قلت للبوليس المهم بلا ما تعيط حيت قالوا لي هما البوليس ما كيديروا والو يعني هما قالوا لي غنعيطوا للترانسيتو دوك الناس المهم خويا اللي مكلفين يعني بهادشي ديال الطريق يعني كتكون عندهم واحد اللبسه زرقاء هما المهم قلت لهم لا ما تعيطوا والو الدراري ما عندهم لا راسيرونس لا والو بلا ما مساكن غيحيدوا لهم الموطور وغيبرصوني حتى انا غيشدوا لي الطوموبيل يعني واحد المده هنا وتسنى راسيرونس تسنى الروينه الكحله صافي قلت لهم لا غير سيرو صافي رجع لي الوراق مهم قلت لهم الله يعاون مشاو لحالاتهم ولكن الخوت باش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصافي ملي كتخرج المشكل او كتلقى المشكل الاخرى الخوت وهذا ما كان الاخوان دابا راه واقف هنا الخوت صراحه حتى الغدا ان شاء الله كما قلت لكم المعلم ما كاينش تما غنمشي الطريق الباسو نرجع لحالتي تما غندير الامور ديالي غنمشي شويه عليا صراحه حيت والو ما كاين حتى شي معلم هنايا غنديباني الطريقه اللي شفتو يعني اللي وريت لكم وغنمشي بها مهم تنوصل الباسو مهم كما تلاحظون غتبان لكم الطوموبيل مسخح حيت هذاك الطريق راه البيست والشتا هذاك الشيء علاش الاخوان كما تشاهدون ولكن الحمد لله على كل حال انتم الخوت غيبان لكم الخط هنا غادي هنا مهم ما عليناش الخط مهم بقاو معايا الاخوان هذا مكان الدراري كما تشاهدون دابا راه شاد الطريق راجع الباستو وقفت واحد البلاصه هنايا وهذا مكان يعني الاجواء رائعه او تجي سير عندك تفزقني غادي يعني طلع فوق هاد الجبل هذا قريب نوصل قليا شويه نوصل يعني نصف هاد الجبل لاميتا ديال هاد الجبل والله ما عرفتش هذا راه خوات هذا ما فيه حتى شي واحد وقيله ديال العسكر والله ما نعرف هاد الدار هادي اللي كتبان لكم هاني المهم شوف الخوت طبابه بمعنى الكلمه شوف الخوت يعني واحد الانهيار ديال التربه قريب تمشي للطريق الخوت الدراري وسط البلاصه فين ديباني تراسي فين وقف هاد الكميه هادي يعني حيدت هاد الجانطة هادي يعني بدون الفران الخوت عندي غير ثلاثة باش كنفراني اما هادي راه بلوكيت لي هاديك التيو اللي قلت لكم ديال الزيت والفائدة في هاد الفيديو الاخوان غير يعني صورت هادشي هدا باش تستافدو شي واحد يعني ما عارفش كما قلت لكم في الاول يستافد يديباني راسو حيت ما عندك غادير هنا البلاصة فين وقفت صراحة يعني تقديت المسائل دابا راه كتر كتر من النص قليا شويه نوصل يعني نخرج من هذه البلاصه هذه اللي خطيره ولكن المناظر كما تشاهدون الخوت روعه روعه واليوم ما كاين لا الشتاء لا والو اما راه هنا ديما كطيح فيه الشتاء الخوت وهذا ما كان الاخوان انا غادي مهم
نصبوا لكم تنوصل باستو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الخوت. الدراري وصلت الحمد لله يعني الباستو كما تشاهدون الحمد لله الله وصلت يلا وقفت. المهم غنمشي نقلب على شي معلم هنا راه كاينين المعلمين غنقد المسائل ديالي الحمد لله دي باني طراسي كما شفتوا يعني في الفيديو. والهدف من هذا الفيديو هذا كامل الخوت الانسان الا وقع عليه بحال هذا الشكل اللي وقع ليا غير يحيد البنو يشوف فين كتقطر ليه الزيت في ربعه ديال الرويد مثلا. ولكن قبل ما تخش ليك كلشي الزيت حيت الا مشى تسالات الزيت راه ما غايشد ليك لا فلان لا يحزنون. المهم الاخوان يعني غتشوف الرويد بربعه فين كيخرج ليك الزيت من تما غتحيد هذاك التيو وغتبلوكي غدير ليه شي لعبه تخشي منه شي حاجه وغتقضي الغرض ديالك تتوصل لبلاصه فين كاين المعلم. المهم وقد المسائل ديالك هذا هو الغايه من هذا الفيديو الاخوات يعني نوصلوا الفكره والله يوفق الجميع. وكما قلت لكم دابا غنمشي نشوف شي معلم يعني نقاد الامور ديالي مازال باقي لي واحد ساعتين تلماكنه ولا ثلاث سوايع باش نوصل. المهم ما علينا المهم نوصلت باستو ماشي مشكل يعني كلشي كاين هنايا الا خاصني شي بياسه ولا هذا. ما هذيك البلاصه الخوت ديال المكوه راه صعيب صعيب باش تلقى البياس ديال الطوموبيل تمايا هنا يعني صعيب صعيب بزاف. ولكن على كل حال ولو خرجت لنا المهم كما شفتوا يعني المشكل ديال الفران وخرج فينا داك الموتور ولكن الحمد لله كتبقى غير الصحه. اما الحديد ماشي مشكله الاخوان. والنصيحه الاخرى يعني الا مشيتي ديبانيتي راسك بالطريقه اللي قلت لكم الخوت ماشي غتمشي صافي تقول صافي راه كيشد ليا الفران وصافي غادي. لا حاول يعني توصل لبلاصه فين غادي فين كاين المعلم ودي الطوموبيل ديالك باش تقادها في مره باش تمشي بثلاثه د الروايد يعني الفران وغتحيد وحده راه كيكون شويه الريسك وصعيبه الاخوان. وهذا ما كان الخوت تحياتي لكم وطالوا لي فرصكم الدراري ونشوفوا شي فيديو اخر ان شاء الله. طالوا لي فرصكم معاكم الخوت.